هي الأعشاب اللي أنا أستخدمها لشعري، بعض الأحيان تزيد بعض الأحيان تقل، بس هذه الأعشاب كل الأعشاب بنات بحط لكم إياها، بكتب لكم إياها بنات، من أجمل والله وأحلى، ودائما تسألون إيش تحط لشعرك وكذا، فأحط لها هذه الأعشاب. وفاء أختي تاخذ من مواد الأعشاب تبخ في شعرها، يعني ما تحط معاها حنة، أو مثلا تحطها مع اللبن والزبادي اللي عرفته والمايونيز. فبس أنا أستخدمها في شعري الصراحة، يعني مع الحنة، فبوريكم الطريقة كاملة. بحط كل المكونات هنا، طيب كل المكونات أحطها، هنا شيء أخضر، شوية حلبة، و حبة هذا، هنا أعشاب عندي، بحط عليها مايه وبخليها تغلي، قاعد ماي باردة ماي حارة. بسم الله، بخليها تغلي لحد المكونات هذه كلها ما تنهري، والأعشاب كلها بنات تنهري. بحط الأعشاب بنات، ما أحكي لكم قد إيش تغير الشعر، قد إيش بنات من جد تساعد على إزالة التساقط، تقوي الشعرة نفسها، تطول الشعر، تدي لمعة للشعرة، شي خرافي خرافي بمعنى الكلمة. والله بنات من جد من جد مرة حلوة هذه الخلطة، مرة حلوة مرة حلوة مرة حلوة. البنات الشعر المصبوغ تقدر تستخدموا هذه الموية تبعها بس من دون الكركديه، وتحطوها مع الزبادي والمايونيز، وممكن تحطوا معاها افوكادو، انتوا براحتكم. برضو كمان مرة حلوة، أو ممكن تستخدموها كتونك للشعر، بس أنا بستخدمها للحنة عرفتوا، أو ممكن تستخدموها للصدر. فبنات تجنن 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 تجنن. حطيت الحنة، حطيت المحلب، دحين بحط الموية اللي أنا صفيتها، مو صفيتها يعني سلكتها، شوف كيف شكلها، كيف مدري الأشياء. بسم الله بسم الله، مرة الأشياء مرة مهرية، يعني كل الفوائد موجودة تحت، تخلي الشعر يا بنات يجنن قسما بالله، مرة مرة تخلي الشعر يجنن. شوف كيف الأعشاب، طالع وخليت الحنة يتخمر، بعد ما يتخمر شوف كيف شكله ما شاء الله تبارك الله، أصلا ما شاء الله شكله يشهي إنكم تحطوه في شعوركم. دحين بحطه في شعري، بصور لكم كل حاجة. انا اسويها مره في الاسبوع عرفتوا، بعض احنا اسوي لكم بعض الحين لا، بعض احنا اسوي كميه كبيره احطها بالفريزر، اسويها انا مره في الاسبوع، اسبوع يعني الجاي اللي انا وقت ما بسويها اطلعها من الفريزر تمام، خليها لحد ما تذوب تماما تماما تماما، ما احطها فيها بارده، احطها في شعري عرفتوا. ف يعني الكميه ممكن اسوي احطها مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع. دحين بحط هذا مشان بالعكس يجنن، خلاص دافي الحنة ولا شعرك حيتكسر.